بينما أبوه الذي تتجاوز الأحداث ولا يعني لا يتناول الإعلام بشكل كبير، والده أطفأ فتنة كانت ستأتي على الأخضر واليابس بين الجزائريين. فله التحية من هذا المنبر، تحية كبيرة للسيد نور الدين والد جمال بن إسماعيل. رجل يعني يشعر بقيمة الوطن، وبرغم من مصابه طبعا الأليم إلا أن كلماته كانت خالدة ورائعة. طبعا طبعا، هو كرر مرارا أنه ابني وفلذة كبدي جمال ليس أغلى عندي من الجزائر، وذهب فداء لشعبه وفداء لوحدة الوطن. فبالتالي كما قال هو وكما نقول جميعا، نحسبه شهيدا والله حسيبه. القضية الله. الآن قضية الجزائريين، لماذا لم يؤتى برأسي الفتنة اللذان خطط ودبر ونفذ ضابط الشرطة وضابط المخابرات؟ القضية